إسماعيل، بداية لو تشرح لنا منظومة التموين الجديدة التي أعلن عنها وزير التموين علي المصلحي، وما الفرق بين هذه المنظومة ومنظومة الدكتور باسم عودة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما قام به الوزير الانقلابي من إضافة وضع شروط لإضافة المواليد، هذه الشروط تتضمن حد أقصى من الراتب 2000 في بعض الحالات و2500 لموظفي الحكومة. واشترط أن يكون عدد أفراد البطاقة لا يزيد عن 4، بحيث لو بطاقة فيها فرد واحد يضيف ثلاث أفراد. وده كان موجود، المنظومة دي كانت موجودة قبل كده، هو كان اخترعها لتقليل حجم الدعم. فكان عندي بطاقات مفتوحة، البطاقات القديمة مفتوحة، ثم بطاقات لا يزيد عدد أفرادها أيا كان عدد أفراد الأسرة، لا يزيد عدد أفرادها عن 4 ولا يحسب بقية الأولاد. ثم في 2006 توقف تسجيل المواليد نهائيا. صحيح. كنا في وزارة دكتور مرسي كنا فتحنا باب قيد المواليد، وفعلا وسجلنا وبدأنا في تسجيل المواليد، وكنا في بصدد إعادة هيكلة الدعم حقيقة، بحيث توحيد الدعم وتعريف المستفيد منه وتحديد أطر واضحة بحيث تتغير كل عام على حسب دخل المواطن، بحيث ما تبقاش قوانين ثابتة يستفيد منها كل الناس. اللي موجود الآن ثلاث أشكال أو ثلاث منظومات من الدعم. عندك في ناس قديمة اللي راتبه أقل من 800 بالنسبة للحرفيين، و1000 بالنسبة للي على المعاش، و1200 لموظف الحكومة، دول القدام. وأي واحد عايز يسجل بطاقة جديدة لابد تنطبق عليه هذه الشروط. يبقى يا إما لو كان حرفي 800، لو كان على المعاش 1000، لو كان فما ينفعش تعمل بطاقة جديدة نهائي إلا إذا كان مرتبك أقل من هذا من هذا الرقم. ما هذا الرقم دول فئة، ولو أنا مرتبي أكبر من كده وموجود من زمان موجود، حتى لو مرتبي قضاء موجودين في التموين وكلاء وزارة، بل بعض وزراء اكتشفنا أنهم موجودين في التموين لم يحذفوا، لا يحذف وهو متعهد بعدم حذفهم. هؤلاء ضباط جيش وضباط شرطة ويأخذون التموين رغم أن المقابل المادي الشهري أو الراتب الشهري أضعاف هذا المبلغ، أضعاف، ورغم أنه غير مستحق أضعاف. ولم يراجع هذه البطاقة إلى الآن، حتى الآن، حتى لو تركه. النقطة الثانية، هل هناك إحصائية بأرقام هذه البطاقة أو هذه البطاقات تقريبا؟ كل البطاقات اسمها. لكن لا فيش إحصائية محددة، لأن ده عايز حصر الدخول. الدولة ما فيهاش حصر للدخول اصلا. يعني الدولة مصر من اهم عيوبها ان ما فيش حصر للدخول عشان تحدد مين اللي يستحق ومين اللي يستحق. تقريبا كم في المئة من الحاصلين على بطاقات التموين وهم غير مستحقين لها؟ يعني مش غير مستحقين لها بالموازين المنطقية والواقعية وليس بموازين انا شفت حالات كتيرة جدا واحنا موجودين في الوزارة. وكنا حاطين معيار لهذا، كنا حاطين معيار لانواع الدعم، يعني كنا بسبيل خطة لتحديد معايير لأنواع الدعم، وأن الدعم ده مش حاجة مستمرة، أنت يرتفع دخلك الاجتماعي تخش في الدعم. نعم. تخرج من الدعم، يقل دخلك الاجتماعي تخش في الدعم أوتوماتيك. هو ده كان السبب. ليس هناك شيء على مدى الحياة. لا، هو إيه السبب في الموضوع أن الناس بتتمسك بتموين رغم أن دخلها كبير؟ لأنه عندنا في الحكومة الموظف يبقى دخله عالي جدا طول ما هو في الوظيفة، أول ما يطلع معاش مرتبه يبقى ما فيش خالص، فاقول لك لما اطلع معاش مش هعرف اكل، فاخلي الدعم ده موجود. نعم. فيعني انا مش هقدر اقول احصائيه لان هتبقى يعني توقعات من غير ما نعود الى استكمال الشرح. النقطه الثانيه، في عندك ناس محظور عليهم، وكل الجديد انه نطبق اكبر من اكثر من 4 افراد في البطاقه، عدد افراده ايا كان عدد افراده. يعني 4 أفراد فقط، إذا الأسرة 5، إذا الأسرة 7، إذا الأسرة 10، 4 فقط. وهو هنا في إضافة 4 طبعا شاملين الأب والأم، الأب والأم
وطفلين وطفلين او ولدين اولانيين فقط. الان هو بيضيف حط شرطين اهوت، حط شرط المرتب وفي نفس الوقت حط الشرط الاخر معيار عدد الافراد الاسره ما يزيدش عن 4 ليضيق ويقلل عدد المواليد اللي داخله. استاذ اسماعيل